وحول هذا الحدث ينضم معنا من الرياض اللواء الطيار عبد الله السعدون. سعادة اللواء مساء الخير واهلا بك، كيف تجسد كلية الملك فيصل عراقة سلاح الطيران في المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكركم على هذا اللقاء. اهلا وسهلا. اليوم كان يوم عرس بالنسبة للقوات الجوية وبالنسبة لكلية الملك فيصل الجوية بشكل خاص، حين شرفها خادم الحرمين الشريفين برعاية الحفل مرور 50 عام على بداية الدراسة وانطلاقة الكلية، ثم أيضا تخريج الدفعة 91. طبعا الكلية تخرج تقريبا دورتين في السنة، ولذلك رأيها الدورة 91. الكلية تعد واحدة من أفضل الكليات على مستوى العالم، السبب هو حسن اختيار القائمين عليها وأيضا المدربين يأتون من كل من مختلف العالم، سواء مدرب الطيران أو مدربي اللغة والعلوم والأشياء كلها، إضافة إلى اختيار أفضل المدربين السعوديين من القوات الجوية. نعم سعادة اللواء، كيف استطاعت القيادة تحديث وتطوير القوات الجوية لمواجهة أي اعتداء على أراضي المملكة؟ نعم سؤالي مرة أخرى، تسمعني الآن سعادة اللواء؟ تسمعني الآن؟ أسمعك تفضل. نعم سؤالي مرة أخرى سعادة اللواء، كيف استطاعت القيادة تحديث وتطوير القوات الجوية لمواجهة أي اعتداء على أراضي المملكة؟ طبعا القيادة أولت اهتمام خاص للقوات الجوية وصرفت عليها بسخاء، وقامت بشراء أفضل منظومات على مستوى العالم. نعم. ولو رأينا الطائرة اللي اليوم دشنت لوجدنا أنها هي الأحدث على مستوى العالم، وخاص تجهيزاتها هي طبعا F-15 ليست الأحدث، لكن الأجهزة والمعدات والأسلحة والأشياء وضعت والحرب الإلكترونية والأشياء كلها تعتبر هي الأحدث، ولذلك صممت خصيصا حسب ما متطلبات القوات الجوية. و كما ذكرت لك كل الحقيقة من الملوك هذا بدأت وإلى الملك سلمان وكلهم بسخاء، وخاصة للقوات الجوية لجعلها الأفضل سواء. وبعدين في من تنويع للطائرات، في طائرات F-15، طائرات التورنيدو، في طائرات التايفون، كل هذه تعتبر هي الأحدث تنويع، وفيها تكامل، بعضها اعتراضية بعضها قاذفة بعضها اعتراضية وقاذفة، ولذلك تعتبر من 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 الأفضل على مستوى العالم في هذا. نعم من الرياض لواء الطيار المتقاعد عبد الله السعدون، شكرا جزيلا لك.